e voglia di entrare dentro il campo perché si sentono 100 euro a year. أكاديمية جوفنتوس تم الافتتاح ديالها سنة 2018 في المغرب، بدأت من مدينة الدار البيضاء بعين دياب المقر ديالها الرئيسي، فيما بعد تم افتتاح عدد من الفروع خاصة بمدينة الدار البيضاء بمنطقة بوسكورة، فيما بعد افتتحنا مقر بمدينة الرباط، ومؤخرا خلال هذه السنة فاحنا افتتحنا بإقليم برشيد. اليوم هناك شراكة اللي تم التوقيع ديالها مع شركة أغيستون بين نادي جوفنتوس في إيطاليا وأغيستون عبر العالم لتطوير الماركة العالمية أغيستون في إفريقيا. الكل كيعرف تواجد ديال نادي جوفنتوس من خلال أكاديميات ديالو في المغرب، في مصر، في نيجيريا، في تونس، وعدد كبير من الدول. فاحنا كنتمناو أن من خلال هذه الشراكة يتم إقحام واحد العدد كبير ديال اللاعبين اللي يدخلوا يتأطروا داخل الأكاديميات ديال جوفنتوس، ونمشيو على منوال اللي قاموا به يعني المسؤولين ديال النادي الايطالي في تورينو مع أغيستون في المقر الرئيسي ديالهم عبر العالم في ايطاليا. فبالنسبه للاكاديميات لازم اننا نميزوا ما بين مدارس كره القدم والاكاديميات المحترفه. كنظن بان اليوم كاين عدد كبير ديال مدارس كره القدم اللي كتفتتح، لكن لازم اننا نفتتحوا اكثر مراكز تكوين اللي تكون قادره، لان ملي كنتكلموا على مركز تكوين تنتكلموا على يعني الكره المحترفه لو فوتبول بروفيسيونيل اللي تيكون الدور ديالهم انهم يعطيو لاعبين لا البطوله برو 1 لا البطوله برو 2، وهذا تنظن بانه ربما هو شيء ما هو العائق اللي كاين اليوم. لازم استثمار في التكوين، وهذاك التكوين اللي ما بين 14 15 سنه ل 18 سنه. مختار بن يوسف لو ديريكتور جينيرال أغيستون ماروك. اليوم كنحتفلوا بشراكه مع نادي جوفنتوس، نادي عريق اللي كنتقاسموا معاه بزاف ديال لي فالور، اللي منهم التاريخ ديالنا الكبير، وشراكه كانت في سنوات ماضيه. أغيستون شركه مواطنه كتحاول انها يعني تعطي للزبناء ديالها منتوجات جيده وخدمه جيده كذلك، واستمراريه ومواطنه ايضا. بالنسبه للشراكه مع جوفنتوس فهي شراكه اللي 2021 كانت في قاره اسيا، بالنسبه 2022 غتكون في قاره ديال افريقيا لمده 3 سنوات. كنتمنوا ان هذه الشراكه تطول اكثر باذن الله، وانها دوز يعني ديزيتاب بلوز انتريسونت باذن الله في لو فيتور بروش.